قطع نكمل غير. حنكمل في رونالدو يوسف، هنكمل على رونالدو. نعم. حنبدأ في أول نقطة، التحركات اللي قاعد يعملها رونالدو. هل تحركاته كانت جيدة فترة الانقطاع اللي كان فيها من بعد كأس العالم إلى الآن؟ اليوم قياسا بلعب صار له مدة ما لعبش، ومعناه بعيد على رتم مباريات، كانت مباراة جيدة من رونالدو، كانت مباراة عامة جيدة، كان راس حربة، تحركات صحيحة، لا تلب في المساحات، كان يقرب لما تضيق عليه المساحات يخرج باش يستلم الكرة، يشارك في بعض الأدوار الدفاعية، يحاول باش يهاجم المساحات، يعرف وقتاش ينزل باش يستلم الكرة. مش جاهز بدنيا؟ لا أنا بالنسبة لي جاهز. جاهز؟ أيوه جاهز. كمل 90 دقيقة أعتقد أنه جاهز، وفي بعض الأحيان أنت تشوف رونالدو يطلب في المساحة. نعم. زي ما ذكر الكابتن يوسف، يطلب في المساحة ينزل ياخذ الكرة، هذا معناته أن اللاعب جاهز بس بدنياً. بس واضحة يا كابتن، يعني الإضافة الفنية على النصر هجوميا واضحة اليوم. أكيد. في إضافة أكيد. أيوه في إضافة فنية أكيد. اليوم واضحة أكيد، بالرغم اللي اليوم الفريق كان يقدر ينجحه بطريقة أخرى أكثر من اللي من اليوم. وش الطريقة؟ الطريقة نفس ما قلنا، العرضيات ما كانتش جيدة، وخاصة الانتشار العرضي الجهة اليسار تقريبا ما ثماش انتشار عرضي، اللي ما ثماش كروسات صايرة من الجهة، خاصة من الجهة اليسار. نتكلم على الكرات العرضية، الكرة لكن الوحيدة جابت هدف، لكن اليوم مناطق لمسة للكرة يعني مرتين اللي داخل الصندوق والباقي خارج الصندوق. انا اشوف انه طبيعي، لان الاتفاق متكتل، احيانا المهاجم يحتاج ما يجي طول الوقت في الصندوق. وفي ميزه اليوم لو تلاحظ، اليوم لعب غريب ولعب الصلاهم ولعب الدوسري وتلسكا في النص وبيتي، صح؟ يعني لو تلاحظ اليوم كلهم مهاريين ودقه الباص عندهم عاليه جدا، يعني يمرروا كويس، يعني يمرروا الباص السهل. هو اللي اليوم لعبوا اليوم مع النصر، الوسط اليوم حق النصر هو حتى صحيح ما استلمش كثير كرة في البوكس في الصندوق، لكن في الوضعيات اللي هو كان ينزل باش يستلم الكره، والتسديدات اللي عملها اليوم كان عامل تسديدات لرونالدو. اليوم شفنا فريق النصر كل قاعد يسد برا من المنطقه، كانوا معنا والكلام على هذا تعليمات اللعب. تعليمات من المدرب. اليوم حتى كريستيانو شات كثير كور، لكن اليوم الدفاع نتاع الاتفاق عمل مباراة كبيرة، عمل مباراة كبيرة وما خليش الإمكانية نتاع التسديد برا من المنطقة، ما في مساحات، ما كان في مساحات اليوم تنظيمية. الاتفاق كان جيد في الثلث الأخير، عشان كذا ما لقى المساحات في التسديد.